السلام عليكم شباب، وياكم مرتضى جليحاول جالكسي الـ A52 S. هاي المراجعة الكاملة. بالنسبة لهذا الجهاز يحتوي على أفضل معالج من سناب دراجون، هو حاليا متوسط 778، يعطيك أفضل أداء بالمتوسط. ليش؟ لأن هذا المعالج أثبت جدارته بقوة بالأداء، خاصة بالألعاب، قلة بالحرارة، قلة بصرف الشحن، قل حتى بالفريمات التساقط بالنسبة للألعاب الموجودة بألعاب ببجي أو غير ببجي. هذا الجهاز يمتلك شاشة واحدة من الشاشات القوية HD Plus من نوع سوبر أموليد، وهاي الشاشة اللي تدعم 120 هرتز. يعني هاي الشاشة 120 هرتز نفسها الموجودة على S21 من سامسونج وسلسلة S21 كلها. انت تخيل انه هواي أجهزة من سامسونج حالياً ما بيها 120 هرتز، وهذا الجهاز بيه 120 هرتز. فإذا كنت تفرق أو تريد تختار غير جهاز، فحط ببالك أنه معدل تحديث الشاشة هذا يكون 120 هرتز، هذا يكون عندك أفضل بكثير من مواصفات أجهزة الباقية بالنسبة لأجهزة سامسونج. الشاشة واحدة من الشاشات اللي تنطيك سطوع قوي، تشبع بالألوان قوي، الألوان الموجودة المشبعة، حتى الكاميرا الصغيرة الموجودة بحافة الأعلى بالنسبة للشاشة ما راح تأثر عليك باستخدام الجهاز، مع ما أكو حواف داير ما داير الجهاز، لكن هو بالنسبة لجهاز متوسط. ما تقدر تقول هذا الجهاز مثلاً فلاكشيب وليش مخليت لي حواف سامسونج، لا. بالنتيجة هذا الجهاز استغلال الشاشة جداً جميل، الشاشة دقتها جداً ممتازة، هاي الشاشة بيها معدل سطوع 800 نت، هذا في شيء جداً ممتاز. هاي الشاشة تحمل غوريلا جلاس 5، يعني هذا جهاز مقاوم للصدمات، ولا تأمن بهذا الموضوع، لكن هو أفضل من أجهزة ما بيها غوريلا جلاس 5. فهذا شيء جدا واحدة من المميزات، انه هذا الجهاز 120 هرتز بغوريلا جلاس 5، وكذلك هذا الجهاز مقاوم للماء والغبار بـ IP67، وهذا شيء جدا تحبه أكثر الناس، انه خاصة إذا هذا الجهاز استخدمته بالحر وكنت تصور تقدر تغطسه بالماء وتطلعه وتقدر تكمل تصوير به، ما راح يوقف عندك التصوير. او هواي اشياء عندك اذا احتر الجهاز تقدر تبرده من خلال الماء البارد، ما راح ياثر عليك شيء. اذا كان وقع من عندك بالماء، يعني اكو ناس ما تهتم لهاي الخاصيه، اكو ناس تهتم لهاي الخاصيه. فهذا الجهاز يحمل وحده من افضل الخاصيات او المميزات الموجوده لدى اجهزه سامسونج. يجيك بنظام الاندرويد 11 ستاندر مع واجهه سامسونج الون يو اي 3.1، ممكن يحصل على احدث واجهه من سامسونج هي الفور بعد ما تنزل، شوفوا الشهر العاشر او شهر 11 حسب ترتيب الشركه شلون راح يكون يوصل له هذا التحديث، مع ما انه هذا التحديث مشمول بثلاث سنين تحديثات للمستقبل، يعني ثلاث تحديثات راح يحصل هذا الجهاز. فهذا جهاز وحده من مميزاته انه تحديثات راح تستمر وياه لمده ثلاث سنين، اذا اشتريته هسه راح يستمر لمده ثلاث سنين. الشيء الثاني انه هذا الجهاز يمتلك معالج سناب دراجون، هو اقوى شيء بهذا الجهاز، يعني تقدر تقول افضل شغله انه هذا يخيرك انه تاخذ هذا الجهاز او تاخذ غير جهاز. بالمعالج الرسوم هو الادرينو 642 ال. طبعا هذا الجهاز بالنسبة للأداء، الأداء الاستخدام العادي، هذا الجهاز جدا سريع وطيارة، سلس وسريع وجدا ممتاز، ما بي أي مشاكل بالنسبة للأداء والسرعة بالنسبة للجهاز. ليش؟ رام 8 جيجا 256، بالنسبة للأداء المتوسط هذا واحد من أفضل الأجهزة حقيقة بالنسبة لسامسونج. أما بالنسبة للعبة ببجي، هذا الجهاز من تلعب بي ببجي راح تشعر بالحرارة، والحرارة موجودة وما راح تقدر تستغني عنها، يعني موجود اكو حرارة توصل لك لحد 38 درجة حرارة. لكن لعبة ببجي شنو موضوع لعبة ببجي؟ هذا الجهاز يشغل لك الـ HDR 60 فريم بالثانية بالنسبة للعبة ببجي. انا ما صورت لكم لعبة ببجي، لكن من دخلت للعبة ولعبت بها جيم واحد اكو حرارة موجودة بظهر الجهاز، يعني هذا الجهاز من تلعب به العاب راح تلاحظ انه اكو حرارة متوفرة موجودة بالجهاز اذا شغلت اكثر اعدادات هذا الجهاز مثل الـ HDR والـ 60 فريم بالثانية بالنسبة لهذا الجهاز. كذلك هذا الجهاز بالاداء بشكل عام راح يكون سريع ممتاز، ما بيه اي اوبر. اما بالنسبه للعبه ببجي راح يكون بحراره، وهذا الشيء اللي الناس اكثرها ما ترغب فيه، وهاي مشكله اغلب الاجهزه، حتى الاجهزه الجيم اللي راح تلعب بها العاب وخلي لك بها شفتات، وهي جهاز مخصص للالعاب راح يحمل جهاز بلعبه ببجي، لعبه ببجي تستنزف كل طاقه الجهاز. فلذلك انت اذا همك الالعاب، هاي الاجهزه مو الك اطلاقا، هذا الجهاز متوسط، نعم تقدر تلعب بها العاب، هذا الجهاز متوسط او فوق المتوسط. ليش؟ لأنه مقاوم الماء والغبار، المعالج القوي، هذا المعالج ينافس ترى معالجات فلاكشيب، حط بالك هاي ان شاء الله. كذلك الـ HDR، هواي اجهزه فلاكشيب
او عليها معالجات فلاج شيب ما تشتغل الاتش دي ار بالجهاز، لكن هذا الجهاز يشغلك الاتش دي ار بلعبه ببجي. اما بالنسبه للكاميرات، هذا الجهاز يمتلك من الخلف 4 عدسات، العدسه الاساسيه هي 64 ميجا بكسل، العدسات الباقيه هي 12 ميجا بكسل زائد عدستين 5 ميجا بكسل. واحده من افضل الاشياء به هذا الجهاز هو التصوير. هذا الجهاز ينطيني زوم، لما ينطيني زوم انا صورت بالزوم راح ينطيك اكثر شيء 10 اكس اللي هي رقميه مو بصري، وهذا الزوم انت مو دائما تحتاجه، يعني زوم العشرة اكس راح يغواشه بالصوره غواشه بالفيديو، ما راح تستفاد من عنده شيء الا اللهم عندك فد شيء يعني، وهذا نادر جدا انه تريد تشوفه او تقربه تشوف فيه معالم، يعني راح تتغوش عندك الصوره راح تصير تتخرب الصوره. لكن بالصور بشكل عام صوره ممتازه، الفيديو مالته ممتاز، هذا جهاز يصور لك 4K وهواي خيارات عندك من تصوير. يعني انا شفت حقيقه تصوير الالوان مشبعه، الصور جدا ممتازه، هاي بالاضاءه العاليه طبعا، يعني هواي اشياء انا شفتها بهذا الجهاز بها تحسينات عن الكاميرات الموجوده باغلب اجهزه سامسونج، فهذا واحده من الخيارات بالكاميرات حلوه حقيقه. اما الكاميرا الاماميه اللي راح تكون 32 ميجا بكسل، نعم الغواشه قليله، راح يعطيك البوتريه كلش جميل، الصورة بمعالج جدا ممتازة تقدر تعدل عليها. بالمناسبة هذا الفيديو إذا صورت به أو الصورة إذا صورت بها يطلع شيء ممتاز، لكن من تعدي عليه راح يتخرب شوية. ليش؟ لأنه أنا أتوقع أكو جودة بالدقة بالنسبة للكاميرا أو دقة بالنسبة للصورة ما جاي تنطي مثل ما الكاميرات الاحترافية أو الأجهزة الفلاكشيب. هذا ما أعرف ليش ما تعالج الشركة، ممكن بالتحديثات تعالج الشركة، لأن إذا صورت فيديو حاولت أنه تعدل على الفيديو انا اتوقع هواي، يعني اذا كان فول اتش دي زين اذا حصلت بي 640 انا اتوقع هيك. فهذا جهاز واحده من الكاميرات الممتازه، اذا عندك غبار على الكاميرا انا اقول واحده من الكاميرات الحلوه ما بيها اي مشاكل، انا ما شفت فيها اي مشاكل، عندك الثبات الموجود به هو ثبات رقمي، موجود به ثبات رقمي بالفيديو، يعني يحاول انه يستقر الفيديو بالحركه القويه. اما بالتصوير العادي فهذا واحد من الخيارات، يعني ما بيع غبار بالنسبه لكاميرا. بطاريه، هذا الجهاز يمتلك بطاريه هي 4500 ملي امبير، راح تقول قليله، الاي 72 5000 ملي امبير، اي 72 6.7 هذا 6.5. البطاريه 4500 ملي امبير تمشيك 6 ساعات استعمال مستمر، يعني استعمال مكثف هادي اوكي. اما بالنسبه للاستعمال المتوسط ممكن من الصبح الى حد المغرب هذا الجهاز يكمل عندك شغل، يعني ما يصرف شحن قد ما انت تتوقع راح يفقد شحن خلال 5 ساعات او 4 ساعات، لا هذا يوصلك الى 6 ساعات. شحن السريع مالته هو 25 واط، تقدر تشتري هاي 25 واط، لكن داخل العلبه اللي مخليت لك اياها بالكرتون هو 15 واط، وهاي متعوفه سامسونج ما اعرف ليش، يعني ممكن السنة الجاية تعوف ال 25 واط تعطيك 45 واط ولا تحط لك 25 ممكن، لكن 25 واط تقدر تشتريها فلوس زايدة. الله لا يوفقكم أبل اللي سويتوا لنا هاي السالفة. أنا بالنسبة لي كمستخدم شنو عيوبه وشنو مميزاته؟ أبدأ وياك بالمميزات. هذا الجهاز يمتلك أفضل كاميرا بالنسبة لسامسونج بالمتوسط، أفضل كاميرا وأفضل شاشة وأفضل معالج، يعني ينطيني أداء، ينطيني كاميرا وينطيني شاشه، فهذا شيء جدا ممتاز بالنسبه لهذا الجهاز. هاي وحده من مميزاته. اما بالنسبه لعيوبه، انق علي منا لما يتغير راي سامسونج. هذا الجهاز سعره غالي جدا. ليش غالي؟ 400 دولار، حاليا 395 دولار ينباع، او 400 دولار او فوق ال 400 دولار. هذا الجهاز سعره ال 400 دولار ما يتحمل سوق العراقي اطلاقا. نعم سامسونج براند، نعم اللي ياخذ من سامسونج يعني راح يفكر بانه هذا الجهاز يطول عنده او ينطي اداء افضل او ثبات بالسوفت وير، هواي اشياء راح يحصلها بهذا الجهاز، لكن هذا الجهاز كجهاز متوسط ما اقدر ادفع به فوق ال 600 الف عراقي يلا استخدم جهاز متوسط. هذا اشوفه اني مو منطقي نهائيا، لكن هذا الجهاز تو نزل اتوقع هذا الجهاز يوصل الى 350 دولار او 300 دولار. هذا الجهاز في حال وصل الى 300 دولار 320 دولار انا اقول يستاهل سعر. ليش؟ المعالج سناب دراجون 778، اذا تفكر باغلب الاجهزه 300 320 325 دولار حقيقه. اما بالنسبه لهذا السعر ال 400 دولار لا ما يستحق، انا اقول لك ما يستحق. عيب الجهاز، الجهاز يدعم 25 واط، ليش ما مخلي لي 25 واط؟ تستذكرون عليه؟ مخلي لي بالعلبه 15 واط، خليه لي 25 واط، لي افضل والك افضل وما تاثر عليك يا الشركه. هذا العيب الثاني، العيب الثالث انه هذا الجهاز بالكاميرات من استخدم الصور والفيديو شرحتها هاي بالضبط، انه من اريد اعدل على الصوره او اريد اعدل على الفيديو
الدقة راح عندي أفقدها أو أفقد بعض الشيء أو يتلاشى الدقة شوية شوية حرارة مع الحرارة الموجودة ببجي من أستخدم الجهاز، وهاي مشكلة أكثر الأجهزة. مع المشكلة الأخيرة اللي ممكن أنه تحبها ممكن ما تحبها، هذا الجهاز بصمته جدا مو مرغوبة، يعني مو مقبولة من سامسونج، بصمته تتأخر نوعا ما، بصمته يعني توصلك إلى 70% 75% أقصى حد، يعني أكثر مرة مرات تحاول أنه بصمة ما راح تقرأ لك صحيح. هذه ما مخلي لزقة، إذا خليت لزقة مو للجهاز أنت أصلا البصمة ما راح تشتغل عندك، وهي مشكلة سامسونج لحد الآن ما حلتها حتى ويا الأجهزة الفلاكشيب. ليش ما أعرف، لكن انت اذا ينقن عليك ذي الشغلات او اثنا عليك ذي الشغلات فهذا العيوب الموجوده به ممكن تمنعك ان تشتري جهاز او ممكن ما تهتم لها. هذا بعد استخدامي لاحظته هاي الاجهزه. اما بالنسبه للشكل عام هذا جهاز خوش، جهاز خوش مواصفات خوش معالج، لكن سعره غالي. لو كان سعره ارخص من هذا السعر راح يكون هذا متسلط او متعرش او كل افضل اجهزه سامسونج. يمكن 72 ما تاخذه و52 ما تاخذه، تاخذ هذا 52. استحياتي لكم، لكم مرتضى جريحاوي وفي امان الله.